معنا على الهاتف الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الأسبق. مع الوزير مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. لماذا هذه القرارات في هذا الوقت تحديدا يا فندم؟ أخيرا تحركت الحكومة. لقد كان من المفروض اتخاذ هذه القرارات ومجموعة أخرى من القرارات منذ أكثر من عام، والحمد لله أننا ابتدأنا، ويجب أن نستمر في الإصلاح، لأن الحالة الاقتصادية وصلت إلى وضع غير مستدام ولا يمكن أن يستمر، وأثر على معدل النمو بالانخفاض، وأثر على زيادة البطالة بزيادة البطالة وعدد المتعطلين، والناس تعاني من التضخم، وبالتالي لابد من الإصلاح الاقتصادي حتى لو كان مرا. والقرارات التي اتخذت هي جزء من مجموعة سبق أن تحدثنا فيها، تتعلق أولا بالموازنة العامة للدولة، يجب أن العجز ينخفض إلى هذا العام إلى 6%، ومصر قادرة في رأيي على ذلك. 6% يا فندم، 12.2 من 10 دلوقتي، انخفض إزاي؟ أيوة، 6%؟ 6% من الناتج المحلي الإجمالي. أيوة. نعم. بإجراءات معقولة وتحقق العدالة الاجتماعية. طب والفقراء، الفقراء والطبقة المتوسطة أين يذهبوا؟ الفقراء والطبقة المتوسطة تعاني من ارتفاع الأسعار العشوائي الذي حدث خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، فأنت عندما تدخل في برنامج فلن يكون هناك هذا التغير العشوائي. وطبعا احنا الاقتصاد مريض والدواء مر، ويجب ان نتناوله، ولكن يجب ان يكون هناك عدالة اجتماعية. فالقرارات في تتابعها يجب ان تراعي ذلك. بدأت الحكومة بتخفيض الدعم على الطاقة، وده طبعا شيء جيد، لانه الشوارع بقت العربيات ما بتقدرش تمشي والزحام شديد جدا، وهذا هدر للموارد. انا كان افضل ايضا الى جانب ذلك انه خفض مرتبات الوزراء بنسبة 30%. لا. ربما اثرها المالي ليس كبيرا، ولكن الاثر النفسي مطلوب كبير. المسألة الثانية الضريبة التصاعدية. الحكومة أيوة. تقول ندرس ماذا؟ لسه هندرس؟ لا، ده تصاعد تدريجي الى 35%، و رجال الأعمال قالوا أنهم يقبلون ذلك في ضوء هناك مشروع مقدم في البرلمان يا فندم بهذا الاتجاه. يعني يجب أن نسرع. نعم. الخطى. نعم. فرض الحد الأقصى للدخول أيضا، هذا مسألة العدالة الاجتماعية، ويعطي إشارة لأصحاب الدخول المحدودة أن الحكومة تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول العليا. فهذه إجراءات يجب أيضا أن تتخذ. على الجانب الآخر، السياسة النقدية، رفع سعر الفايدة هذا شيء طيب، وإن كان يمكن ربما كان من الأفضل يكون 17 أو 18 وليس مجرد 16، ولكن يجب على البنك المركزي أن يحث الجهاز البنوك التجارية على الاستثمار بدرجة أكبر في مشروعات كبيرة وهي لديها الأموال، وأن تعوم الشركات المتعثرة نتيجة لعدم توفر التمويل. مصانع بتقفل عشان ما فيش تمويل، وهي مجدية وتستطيع أن تنتج إنتاج جيد ويسد حاجة في الطلب. لابد أن يكون هناك توجه لهذا الأمر. النقطة الثالثة والأخيرة هي ما يتعلق بميزان المدفوعات وسعر الصرف. أنا شخصيا لست موافقا على تخفيض سعر الجنيه المصري الآن، خطوة مبكرة. وايضا انا لا افهم ما قاله الرئيس محافظ البنك المركزي بان النظام سيكون تعويما كاملا للجنيه المصري. لا يوجد تعويم كامل او تعويم نظيف في اي حتة في الدنيا. لابد ان احنا نراقب هذا الامر، فما بالك اذا كان هذا الامر يطبق في اليابان، تعويم مدار وليس تعويما كاملا. فهل مصر تستطيع ان يكون التعويم كاملا؟ لا. هناك اجراءات سريعة كان مفروض ان هناك بعض البنود التي تخفض الطلب على الدولار، مثل واردات السيارات والملابس الجاهزة والموبايل، وهذه كانت تقضي على طلب 20 مليار دولار. فهذه تتخذ لمدة 6 شهور ولا تتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وبعدين عندنا بعض احنا مجتمع يخزن يودي القرار. معايا يا استاذ مصطفى؟ معك يا فندم. مع ان احنا مجتمع بيودي القرار ويخزن بيستورد اكتر من احتياجاتنا. نعم. في ظل هذه الاوضاع الموجودة يعني المفروض ان احنا لا نستورد الا احتياجاتنا لغاية ما ربنا يفرجها. نعم. فبعض السلع بحوالي 15 20 مليار دولار اخرى ان احنا نعمل حصص للي ما هنحتاجه بحيث نخفض 10 مليار. نعم. بهذا الشكل يؤدي الى ان احنا نخفف الطلب على الدولار ويعود. انا اعتقد ان سعر 8.8 جنيه للدولار حتى سعر كتير، اذا صلحنا الاقتصاد ربما يعود الدولار الى 6 أو 7 جنيه، فلا بد ان يكون هذا. كل هذه الاجراءات تتطلب ان يكون في رقابة عاقلة وواعية وفعالة وحكومة قوية وليست باطشة لكي تفرض نقط نظام على المجتمع بحيث لا يكون هناك مغالاة في الاسعار دون مبرر، وهناك ولا تحتاج الى تشريعات جديدة، لاننا لدينا قانون يحدد هوامش الارباح، فلا بد ان يكون في من جهة الحكومة وايضا من جهة التجار ومن جهة الشعب ان يكون في رقابة على هذا الامر. شكرا. بحيث نعبر الازمة التي نمر بها. شكرا لك السيد الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد.